قام سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم بزيارة إلى منفذ العبدلي. رافق سمو رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، واستمع سموه إلى شرح عن طبيعة العمل في المنفذ وآلية سير العمل فيه وأنظمة وأجهزة الرصد المستخدمة في التفتيش وكيفية التنسيق بين الجهات المعنية. ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء في كلمة له خلال الزيارة تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه القائد الأعلى للقوات المسلحة لكافة منتسبي وزارة الداخلية. وأكد سمو أهمية الدور الكبير لرجال الداخلية والجهود المقدرة في حفظ أمن البلاد، معربا عن ثقته بهم للوفاء بالعهد الذي قطعوه على أنفسهم أمام ربهم وأميرهم وشعبهم من خلال قسم الفخر والشرف الله، الوطن، الأمير، وهو القسم الذي نتخذه جميعا منهاجا لنا. مؤكدا على حرص الحكومة على تعزيز إمكانية وزارة الداخلية لتمكين منتسبيها من أداء واجبهم على أكمل وجه. الله عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأنتم بإذن الله راح توفون بالوعد والعهد اللي قطعتوه لأول أمام ربكم وأميركم وشعبكم. وهنا العسكر يعرفون هناك قسم عظيم، وهو قسم المفخرة والشرف عندما يدعون الله والوطن والأمير. هذا ليس حصرا على فقط العسكر، ولكن كذلك المدنيين، أن جميعنا لنا هذه الصرخة، هذا النداء الله والوطن والأمير هو منهاجنا، ولكم دور كبير وأثبتوا عبر الزمن. رجال الداخلية قبلوا بلاء يعني بعد يشهد له التاريخ في أمن البلد بالداخل. كثير من الأخوة استشهدوا كشهداء واجب، وأنا أعرف أني راح أترككم وأروح وأحط راسي وأنام وأنا مطمئن أن أكون رجال ساهرين على أمن هذا البلد. هذا اللي كل أهل الكويت يشكرون ويدعون لكم بأن الله يحفظكم ووفقكم. سيدي حضرة صاحب السمو أوصاني فيكم خير، وهذا مع أخو وزير الداخلية بالوكالة أن ما نبخل عليكم بأي شيء بتعزز إمكانياتكم وتمكنكم من أداء واجبكم بالشكل الكامل بما يرضي ضميركم ويوفي بالقسم الذي قسمتوه على نفسكم بخدمة الله والوطن والأمير. كل اللي أقدر أقوله أن رب اجعل هذا البلد آمنا واحفظ أميرنا وأهل الكويت من كل مكروه. بارك الله فيكم.